حقق افهم حقق العب حقق اكبر حقق ارفض او اختار حقق اخذ القرار حقق اتعلم وعيش بكرامه وبامان بحريه ومساواه تتمتع بالحياه طريق واحد متلب متل نكمل بعض مع بعض نبني نغني نلعب نربح ونتسلم نعبي ونفهم ونقول when you're right طريق واحد متلب متل نكمل بعض مع بعض من برنامج بازل ضحكوا معنا اصدقائي بالمذيع بتحبوه كتير ميلاد حتشيتي حلقه جديده من بازل بتبتدي بهالوقت تحياتي لكل يلي عم بيتابعونا عبر الشاشه الاطفال اللي معنا بالاستوديو ما بيشبهوا بعض كتير جايين من جنسيات مختلفه من خلفيات مختلفه بس في كمان اشياء كتير بتجمعهم بيجمعهم حبهم للحياة حبهم للتعلم وحبهم كمان ليتقربوا من بعض كرمال هيك بكل حلقة عم نكتشف نحن وهن مميزات ومهارات ممكن تخلينا كناس كبار أو صغار نتقرب أكتر من بعض ونتواصل يلي عم بيتابعونا كمان عبر الشاشة أطفال وصغار وكبار فيكن دايما تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي فريق الأقوياء صار برصيدهم 12 نقطة وفريق النجوم برصيدهم 6 نقاط هل رح تتعدل النتيجة بحلقة اليوم؟ هل النجوم رح يعدلوا ويعلوا كمان نقاطهم؟ رح نكتشف بعد شوي خلونا نستقبل الأعضاء الجدد من فريق الأقوياء منرحب بميرنا بهادي رغد عدنان وصبحي أهلا وسهلا فيكم معنا ببازل محمسين للحلقة؟ أكيد تعرفوا فريق الأقوياء رصيده قوي بس أنتوا كمان اليوم مهمتكم كمان لازم تزيدوا النقاط مستعدين؟ مستعدين ميرنا قديه مستعدة اليوم للتحدي وتربحي؟ مستعدة أنت من وين جاية؟ من العراق أنت من العراق شو رأيك ميرنا لكان والفريق نتعرف عليكم بهالتقرير ونعرف شو بتحبوا بالحياة وخلال الحلقة رح نكتشف مهاراتكم أكثر وأكثر باللعب بهالتقرير أنا اسمي هادي عمري 12 من لبنان حدث أكل المفضل هي المعكرونة عندي أكتر أكل اللي بكره هي الفاصوليا اسمي ميرنا عمري 12 سنة وجاي من العراق أطيب أكلي عندي الطاووق ما بعرف أطبخ اللي بيطبخ بالبيت هو ستة كتير طيب أكله لستة أنا اسمي صبحي عمري 13 وجاي من سوريا بحب أهتم بشعراتي كتير بحبهم كتير اسمي عدنان العبدالله عمري 12 سنة جاي من سوريا بحب صير شرطي بشان حل المشاكل بين الناس بشان دافع عن الوطن اسمي رغد من سوريا عمري 15 وقت الفراغ بحب ألعب فوتبول بلعب أحياناً مع أخي أحياناً بنلعب أنا ورفقاتي تعرفنا على فريق الأقوياء لليوم خلينا نشوف مين معنا بفريق النجوم منرحب برشيد مصطفى ريا مصطفى ومحمد مصطفى في عنا اثنين مصطفى بالفريق كيف بدي فرقكن عن بعض انت وان هو تو ليش مش العكس شو بدك قرر انت الوان هو تو خلاص مصطفى وان ومصطفى تو لكن اهلا وسهلا فيكم محمد جاهز للتحدي بدك تربح ريا انت الصبيه الوحيده بهالفريق اتكلنا عليك شو شعورك ما بعرف محمسة خيفانة محمسة تعرفي إذا خيفانة كمان شي كتير منيح مرات الخوف بيكون كتير منيح لأنه بيعطينا حماس بس مصبوط. نحن متكلين عليك أوكي جريت رح نتعرف بهالتقرير كمان عنكن وأعرف عن أكتر عن هواياتكن وعن مهاراتكن بهالتقرير ونتابع سوا بازل اسمي محمد أحمد صايل من سوريا عمري 15 سنة أطيب أكلة عندي المحشي اسمي ريا بستاني عمري 15 سنة من لبنان بخليني أكون مبسوطة عائلتي ورفقاتي اسمي مصطفى عمري 12 جاي من سوريا بحب سافر على ألمانيا لعند خيي لأنه صارني 3 سنين من شايفه أنا اسمي رشيد عمري 14 سنة أنا من سوريا بحب كون طبيب أطفال لأنه في كتير أطفال بيكونوا مريضين بهالوقت اسمي مصطفى عمري 11 جاي من سوريا أكتر حيوان بحبه الكلب أنا هو صديق الإنسان الحكام بحلقة اليوم من بازل هن جنين وجودات برحب فيكم كمان هاي. أهلا وسهلا فيكم جنين اتكالنا اليوم عليك وعلى فريقك أنك تربح ضروري
شو بدنا نعمل اليوم؟ نربح. بدنا نقول لهم ليك هلا انتبهوا، هلا الالعاب هي اللي بتحدد. هلا الحماس حلو بس الالعاب هي اللي بتحدد. رح نبتدي بلعبتنا الاولى. جودة، شو مطلوب من الفريقين يعملوا بهاللعبة؟ هاي ميلاد، بهيدي اللعبة رح يكون في عنا فريقين، فريق الأقوياء ضد فريق النجوم. رح يكون في عنا ثلاث طابات، الخمس المشتركين رح يكونوا عم بيشاركوا معنا بهيدي اللعبة، لازم يكونوا عم بفوتوا الكرات بقلب الحلقة. نعم. بهيدي اللعبة رح يكون التركيز، لازم المشتركين يركزوا على فوكسين على ومركزين على انه يدخلوا اكبر عدد من الطابات بقلب الحلقة، وكذلك الأمر لازم يركزوا على الوقت. اوكي. ولكن نصيحة لإلهم، يكونوا عم بيركزوا على انه يجيبوا اعلى عدد، مش كثير يفوكسوا على الوقت. اوكي. فخلينا نشوف مين حيربح. جريت، لانه انتم اثنيناتكم رح تكونوا مشغولين معهم وانا رح باخذ الوقت، ولانه العدد نقاط فريق النجوم هو 6 رح نبتدي معكم. رح نعطيكم فرصة تبتدوا وتعلوا رصيدكم. وحدة، برافو. اثنين، ثلاثة، برافو. أربعة، أربعة، أربعة. بعد عندك مرة. لحظة. جربوا ما تضربوا على الحلقة. خمسة، برافو. ستة. سبعة، ثمانية، برافو، ثمانية، اتس اوكي، ثمانية، يلا، 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 تسعة، يلا، هيك أصعب، يلا، يلا، عشرة، برافو، بعتي الطابة، 11 12 صاروا. يلا يلا الطابة 13. برافو 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 برافو، زقفوا لهم. فريق النجوم بقلب الدائرة دخل 13 طابة، برافو، بتستحقوا زقفة كثير كبيرة لأنكم. بدك يا جودة تبلش تنتبه على حالك وعلى فريقك، لأنه جنين اليوم بادي الحلقة بطريقة بيرفكت. نحن كلنا الثقة بفريقك. طيب لكن رح نشوف شو رح يعمل. فرجونا الثقة تبعتكم. يلا يلا. برافو. يلا يلا يلا، معلش معلش، رغد ركزي ركزي، بعد عندك مره. يلا حلو. لا ثلاثة. يا الله لا. Oh!
النجوم، انتبهوا. بعد شوي رح نعرف مين يلي فاز بهيدي اللعبه من بعد ما يتشاور اكيد جنين وجوده. حسيت بشيء كثير حلو لانه فريقنا كان نقاطه قليله وقربنا نتعادل، ما بعرف اذا عادلنا، فهلا لازم نكون كثير مبسوطين ونعمل جهد اكثر لحتى نعادل. حاسه انه نحن اللي حنربح. كان فريق متحمس كثير لانه ما لعبنا منيح وخسرنا، بس مره ثانيه نرجع نتعلم ونربح. حسيت انه لازم اقوي شوي حالي اكثر لاني الصبيه الوحيده مع الفريق. مهم الانسان يربح بالحياه لانه اذا ما ربح رح يضل كل حياته راسه بالارض. اذا خسرت بتعلم من الغلط. انسان لازم يتعلم من الغلط، بس يتعلم من الغلط مره تانية بيرجع بيعمل منيح. اول شيء فيها تعلمني انه اوثق بحالي اكثر، مش مفروض خاف، وتعلمني ركز اكثر. بس الانسان بيتعلم من الخساره ولكن الربح بيعلمه يكون اقوى. بتعلم ليه خسرت تا اقدر مره ثانيه اعمله واربح. اكتشفت انه فريقنا ما كان عم نلعب مثل مجموعه، وهذا الشيء اذا ما لعبنا مثل مجموعه ونسقنا بعض بيخلينا نخسر. ما بتفرق اذا بنت او صبي، كل حدا عنده مهارات غير عن حدا ثاني. ما بتفرق اذا كان بنت او صبي او كبير او صغير، وكل حدا عنده مهاره بشيء اكثر من الثاني. جنين، الكل ناطر يسمع النتيجة لنشوف مين يلي فاز بهاللعبة. أوكي، رح نبلش. فريق النجوم كانوا مركزين. صحيح. كانوا عم ياخدوا وقتهم ليقدروا يفوتوا الطابة بالحلقة. صح. كانوا عم يجمعوا نقط. وبنفس الوقت كان مبين قدام مركزين لأنه كانوا هادئين. صحيح. وعم ينطروا بعض. الأقوياء. فريق الأقوياء كانوا مستعجلين. كان ما في تركيز، كان عدم تركيز موجود باللعبة، كان الاستعجال يلي كان عندهم موجود، كان دايماً الطابة عم تضرب بالحلقة من برا، عم يركضوا، ما عم يسمعوا بعض، فالمهارات كانت مبينة كتير واضحة عند فريق النجوم. لذلك ترارارا جودة تصحصح. ترارارا حاضر جودة. أنا جاهز. تستوعب النتيجة أنت وفريقك؟ جريت، يلا. النتيجة 5 لفريق النجوم و0 لفريق الأقوياء. يعني النتيجة لهلا 11 لفريق النجوم و12 لفريق، بعدكم انتم ربحانين، 12 لفريق الأقوياء. بس بعد الحلقة بأولها والحماس بعده بأوله، المزيد من الألعاب بعد الفاصل. منتابع بازل ومنتابع التحدي بين فريق الأقوياء وفريق النجوم. معي صبيتين من فريق الأقوياء، ميرنا من العراق ورغد من سوريا، ما كانوا بيعرفوا قبل بعضهم قبل بازل، تعرفوا هون. وبهمني، عندي حشرية أعرف لما تعرفوا على بعضهم شو اكتشفوا نقاط حلوة ببعضهم. ميرنا، تعرفتي على رغد بالبرنامج صح؟ بالكواليس كنتوا سوا وبالتحضيرات كنتوا سوا، شو اكتشفتي اشي حلوة برغد؟ اللي اكتشفته برغد انه هي دغري بتحبه للحدن، وانه هي دغري بتضلها تضحك للحدن حتى لو هي كانت زعلانة. هلو، هالصفات مضبوطة؟ مضبوطة فيكي رغد، يعني انت دغري بتفتحي قلبك، بتتقربي من الناس وبتضلك تضحكي اذا ولا حتى لو كنت زعلان. طب انت شو اكتشفتي بميرنا؟ ما تجاملية، لازم تكون نقاط حلوة عندها. اكتشفت بميرنا انه هي شخص كثير طيب وبيحب الناس وكثير مرحه. مرحه، بتقالوا لي بتحب تنكت كثير، صحيح؟ برافو، بشكركم انا. تفضلوا على محلاتكم، ولازم كل الفرق تضلوا تتعرفوا على بعضكم اكثر واكثر. مصطفى نمبر 1، مين عبالك تتعرف عليه بالفرق، ان كان بفريقك اكثر او بالفريق الثاني؟ مين في شخص بتقول لازم ابني صداقه معه؟ صبحي. مع صبحي. صبحي، يعني انت لازم هلا كمان تتعرف اكثر على مصطفى وتشوف شو في نقاط تجمعكم سوا.
بكل حلقة من حلقات البرنامج عم نسأل كمان الأطفال والصبايا والشباب، عم نسألهم عن موضوع وحق من حقوقهم. تعرفوا أنه التعليم هو حق من حقوقهم، يعني من حقوق الأطفال أنهم يحصلوا على تعليم جيد مظبوط، لأنه التعليم بيخلي حياتنا أفضل. هات لنشوف لما سألنا رفقاتكم شو جاوبوا على هالسؤال. كل الأولاد عندهم الحق يتعلموا، لأنه هيدا حق من حقوق الطفل. أكيد كل الأولاد من حقهم يتعلموا، ومفروض هيدا يكون بالقانون بس ما عم يتطبق. أكيد كل الأولاد عندهم حق التعليم. الحق بالتعليم إنه هو من حق كل طفل إنه يتعلم. حتى أنا في أولاد بعرف إنه مش حاسين على هيدا الحق. في كتير أولاد ما بيروحوا على المدرسة. في خطر كتير بهالموضوع، لأنه أول شيء ما بيكون ضمن المجتمع، ما بيكون مثله مثل العالم البقوة، يمكن ما عنده شغل، ما عنده بيت حتى. كتير خطير هالموضوع انه ما يتعلم الشخص. بينتشر الجهل ومنها بتصير البطالة وبيفسد البلد اذا ما فيه اشخاص متعلمين. الشخص اللي ما بيتعلم هذا الشيء بيخليه ما بيشتغل بالمستقبل، كيف بده يطلع مصاري اذا هو منه متعلم؟ يمكن يروح على قصص مش منيحة، مثل انه يسرق يضرب تيطلع مصاري، يمكن يوصله للسرق للعنف يطلب على الطريق مصاري. هلا انا لو كنت الامور بايدي كنت خليت معك، كنت خليت كل الاشخاص بيروحوا على مدرسه، بس الامور مش بايدي، فبصير هالموضوع انه يطلع يروحوا على المدرسه مثل بقيه الاشخاص. هلا في رفيقتي ما عم تقدر تتعلم، فبجيبها لعندي على البيت ندرس، بخليها انه تساعدني بدروسي كرمال تعرف اكثر واكثر اذا فاتت على المدرسه. يعني مثلا اذا انت كنت تعبان وما معك مصاري ولو كان، وما فيك انه تبني اولادك المدارس يصيروا مثل بقيه الاولاد، فينا انا اساعدك، بصير انه بتساعد هذا الشخص يطلع على المدرسة. بصلي إنه ربي إنه بيفتح له المدرسة حتى كل شخص يتعلم، لأن مش شخص عمره 5 سنين بيروح يبيع بالشارع، بس هو حقه إنه يتعلم ليكبر ليدخل مدرسة. باخذ الكتب روح معه، بجرب بقعد معه، بساعده. منتابع حلقتنا. جانين، عنا لعبة جديدة. شو هي اللعبة؟ هذه اللعبة كتير لذيذة، لأنه عن جد بدها مهارة العمل الجماعي كتير واضحة بهذه اللعبة ليقدروا ينجحوا. على ظاهر كل لاعب أو لاعبة بكل فريق في كلمة، هن ما شايفين الكلمات هلأ بعدهم. الخمس كلمات تعمل جملة يلي هي حق من حقوق الطفل. أوكي. يعني الخمس لاعبين بفريق واحد بدهم يتعاونوا سوا ليقدروا يزبطوا هذه الجملة يلي هي الحق تاعهم. أوكي. أوكي. كل فريق بدوره رح يكون معه 2 دقيقة ماكسيموم. إذا خلص بوقت أسرع بيربحوا أكيد، كمان إذا كانت الجملة راكبة. بدكم تتعاونوا سوا، ممنوع الحكي العالي، ممنوع تصرخوا، ممنوع يطلع صوت كتير، لحالكم بدكم تشوفوا الكلمات على ظهر بعض، تركبوا الجملة اللي هي بتكون موجودة وبتوقفوا آخر شيء بالصف، بدنا نشوف الجملة على ظهركم لما تكون راكبة. جاهز؟ جاهزين؟ بما أنه فريق الأقوياء ما كانوا كتير أقوياء باللعبة اللي قبل، رح نخليهم هن يبتدوا اللعبة، وطبعا الانطلاقة من عند جودة لحتى نعمل، والوقت كمان. يلا جاهزين؟ تفضل. لازم حدا يساعدك يقول لك شو الكلمة اللي على ظهرك. يلا صفين، شو الكلمات اللي عندك؟ قوليهم. ساعدوها يا تعالي فيي، شو الكلمات؟ ساعدوها، ساعدوها، اقروا كلمات بعض، اقروا كلمات بعض. ساعدوها يلا. شو أنا كنتي؟ الأطفال. ميري إدنيا. يلا بعدكم، بعدكم دقيقة وقت. يلا. شو؟ خلاص؟ فريق النجوم عم بيشجعكم. خلصتوا؟ خلصوا خلصوا جانين، خلصوا، وقف الوقت. هات لنشوف الجملة، إذا الجملة صحيحة بتكونوا ربحتوا.
الجملة بتقول ممنوع تجنيد الأطفال في الحروب والنزاعات. جملة صحيحة. برافو برافو. هلا انتبهوا، إذا فريق النجوم عمل كمان الجملة الصحيحة بيبقى عامل الوقت هو يلي مهم. بس قبل مهم يا شباب وصبايا تعرفوا إنه حق من حقوقكم إنه ما تتجندوا بأي عمل مسلح، صحيح ميرنا؟ الأطفال لازم يروحوا على الحرب؟ لا. لازم يشاركوا بالحرب هذه؟ عدنان لازم يحملوا سلاح؟ لا. سو هيدي صرخة منكم لكل يلي عم بيتابعونا ليوقفوا يستعملوا الأطفال بالنزاعات المسلحة وبالحروب، بتوافقوني؟ جريت. يلا خلونا نشوف هلا فريق النجوم شو رح يعمل، قديش رح يجيب وقت، وإذا رح يعطينا جملة صحيحة. برافو. يلا ريا. جريت. من حقوق كطفل حرية والمعتقد الفكر. يا ريا يا ريا في وقف، يعني لازم يجي وحدة قبلها، يعني لازم تجي. من حقوق كطفل حرية الفكر والمعتقد، يعني جريت. على ظهري في حرية وأنا بحب الحرية. من حقي كطفل أدرس. الحروب عم تقتل كتير أطفال اليوم. مو منيح الأولاد يشاركوا بالحرب. في أولاد حاسرين على حقوقهم وفي منهم لا. مثل الأطفال البقية حرين بفكرهم. أوقات الكبار ما بخلوا الطفل ياخذ حقوقه. مو لازم الأولاد يحملوا سلاح. برأيي إنه الكبار ما يعرضوا العالم للخطر مشان ما يصير مع المرض نفسي، يعني لازم يتصرفوا بحرية كيف ما بدهم بس ما يأذوا الآخرين. أنا هربت من الحرب لأنه كان في كتير خطر على حياتي. الأطفال لهم حق يفكروا بحرية. كلنا ناطرين النتيجة. بدي بس أرجع أذكر لأنه يمكن اللي عم بيتابعونا بيستغربوا أنه في مرات فريق بيربح اللعبة بس أنتوا بتعطوا كمان علامات للفريق الثاني، بما أنه أنتوا كحكام بتاخدوا كمان بعين الاعتبار المهارات اللي استخدمت، الطريقة قدي الفريق لعب مع بعضه وقدي كانوا عم يتعاملوا كفريق واحد بهيدا الإطار. مزبوط. النتيجة مثل ما ذكرت أنا وجنين فكرنا شوي بالمهارات اللي استخدموها كلا الفريقين خلال اللعب تأكيدة. فريق الأقوياء عملوا الجملة صحيحة وأخذت معهم دقيقة وعشرين ثانية. أوكي. بينما نجوم. فريق النجوم أخذت معهم 30 ثانية وأقل بشوي، ولكن تغلبطوا بحرف. أوكي. من حيث المهارات الحياتية شفنا فريق النجوم كان في عندهم عمل جماعي، كانوا عم يسمعوا لبعض، كانوا عم بيشوفوا يحكوا مع بعض بطريقة وتواصلوا بشكل أكثر فعالية. مزبوط، لأنه فريق الأقوياء خسروا شوية وقت بالبداية ليعرفوا كيف بدهم يعملوا اللعبة. رغد كانت عم تكون عم تشوف الكلمات بشكل شامل، ولكن ما كانوا عم يتواصلوا مع بعض. لذلك رح نكون عم نعطي 3 نقط لفريق الأقوياء ونقطتين لفريق نجوم. برافو، يعني الأقوياء ربحتوا بهاللعبة. شكرا لك. النتيجة لهلا 15 لفريق الأقوياء، زقفة لكم، و 13 لفريق النجوم. عليتوا كثير منيح النتيجة. نرجع منتابع حلقة بازل لكن بعد الفاصل. حلقتنا لليوم ريا وميرنا، انتم معي هون لاسالكم سؤال.
عن إذا شي مرة اختبرتوا اختبار إنكم عملتوا فعل فيه لطف فيه محبة مع حدا من هالناس. ميرنا، شي مرة عملتي فعل محبة مع حدا يمكن ما كنتي مجبورة تعمليه بس حبيتي تعمليه؟ إيه، شي مرة عملت. مع مين؟ مع حدا أعمى على الطريق، كان بده يقطع الطريق وقطعته الطريق. قطعتيه الطريق، وصلتيه لتاني مال من الطريق. شو بيحس برأيك الإنسان لما بيعمل فعل فيه لطف أو فيه محبة؟ بيحس بفرح وبتقدير وهيك إنه أنا عملت شغلة هيك. شو قال لك؟ بتتذكري بس قطعتي الطريق؟ إيه، كان كثير عم يتشكرني. وهذا الشيء خليتيه بقلبك؟ إيه. شو حلو. سو بتعرفي يعني أنت كنتي بطلة بهالقصة، سو لازم كل مرة تحسي إنك تعبانة أو شيء تتذكري إنه أنا مرة من المرات كنت بطلة وعملت هيدا الفعل، بتلاقي حالك رجعتي كثير قوية. أورايت؟ ريا، شي مرة كمان حسيتي بهيدا الإحساس؟ خبرتي شي حلو؟ نعم، ساعدت حدا على الطريق كان عايز، وقتها حس هو كثير بالتقدير والشكر وكثير انبسط، فهالشي انعكس عليه. بتعرفي نحن مرات الناس بنميز ضد الناس اللي كمان موجودين حتى على الطرقات ببعض مجتمعاتنا العربية، بنعتبر إنه هن ممكن عم، بس في ناس كمان عندهم رأيهم الخاص بهذا الموضوع، إنه أنا ما عندي يعني بغض النظر عن هو شو، لطالما طلب أنا بعطي. أنت كيف بتفكري بهالقضية؟ مش دايماً بعطي لأنه في كتير عصابات هن منهم دايماً مزبوط عايزين، بس أوقات في ناس كمان عايزين، بتحس إنهم بلا عايز لازم أعطي كمان. شو استفدتي؟ كتير انبسطت، بحس حالك إنه عملت شيء مفيد بالحياة. بتحسي عملتي شيء مفيد بالحياة؟ ممنونكم أنا على هالتجربة، خليكم معي. بتعرف شو حنقدم هلأ؟ كمان يعني ببرنامجنا بكل حلقة من حلقات البرنامج عم نقوم بمبادرة احنا مسميينه فعل لطف، يعني انسان يكون لطيف مع حدا او يحب حدا على طريقته. خلنا نشوف الشباب والصبايا لوين راحوا هالمرة واي مبادرة عملوها مع حدا من هالمجتمع. منشوف سوا. بلشنا نهارنا بتنظيف الشوارع من الزبالة، صرنا على شارع النبعة ولبسنا الكفوف ولبسنا الكمامات واخدنا الاكياس وانطلقنا. اول ما وصلنا كان لازم نلبس كفوف، فكنا واقفين وعم نلبس الكفوف، فعلقت الكفوف بايد عادل، رجعنا انه نفخناها وحاولنا نفوت له اياها. كان في 3 كيس، الكيس الاسود للكرتون وكيس الأزرق الزهر للإزاز وكيس الأزرق للبلاستيك. أنا أخذت الكيس الأزرق وبلشت لم الأنان الماي، وبعدين بنحطهم بزبالة حتى يصير إعادة تدوير. لما كنت عم نظف أنا وعادل لقيت شخص مشرد نايم بين الزبالة، فرحنا سألناه أنا وعادل إنه أنت ليش نايم عند الزبالة وين أهلك وكيف عايش؟ أنا كتير زعلت عليه لأن بلش يبكي، فحسيت إنه يا ريت لو أنا فيني أقدر ساعده. عم بيع بلاستيك تنك اللي بيجيبوا زبالة، ما فيهم حياة، ما فيهم أخلاق. وأنا بشجعك، بدكم أنا أشتغل معك وأنا كمان بشتغل معك. كنا أنا وروا عم نشتغل والتقينا بعامل النظافة وقربنا أنا وياها تنسأله كيف فينا نساعده، فعطانا مهنة إنه نشيل الزبالة عن الأرض نجمع له إياهم. ساعدني كمان بالتكنيس. يومياً من الساعة 5 للساعة 4، الساعة 5 دوام من الصبح للساعة 4، لأنه شعب بصل حيشي من عندي، بيجيب يزيد كل حدا بعد شي ساعة تعالوا تفرجوا عليه. كأنه أنا ما مكنسة الشارع، الحد مكنسته من آخره من دوار الصومول اللي هو. بيجي من الساعة 5 الصبح للأربعة بعد الظهر، بينظف ذات الشارع كل يوم، وحبينا نحن نساعده. يا ريت الكل يسوي هالمبادرة، هاي طيبة هاي المبادرة، بعدين النظافة حلوة للبلد وللشعب.
الشارع كان فيه كتير زبالة، الشارع كان كتير مجوي، وكل ما نمشي نلاقي زبالة، وكنا كتير في عدنا تنظيف وشغل. ما كنت عارفة إنه في كتير زبالة بالطريق، يعني بالعادة إنه يكون الطريق نظيف لازم، فتفاجأت إنه في كل هالقد زبالة بالطريق. أول ما شفتهم قلت اف نحن مش حنقدر نشيل كل هاو، يعني بدنا شي 10 بعد تنقدر ننظف كل الشارع. انا ما قرفت مع انه كانت الزباله مقرفه، بس انا ما قرفت انا وعم بلم الزباله. انا كثير متحمسه انه اجي نظف الشارع، وهلا بدي اعرف العالم كيف يفرزوا الزباله. بعدين احنا على المحلات بنعطيهم اكياس حتى يعرفوا كيف يفرزوا زباله. نحن عم نعمل توعية لفرز الزبالة، أنت بتفرز الزبالة بالمحل؟ إيه بس ما ب يعني بربطهم وبحطهم ب يعني بمحل تاني وبياخذهم حدا. حضرتك أنت بتفرز الزبالة بالمحل؟ لا بعرف. بتفرز الزبالة بالمحل؟ إيه صراحة طالما نكذب عليك ما بفرز، بحطهم كله طالما نكذبهم. لا. إيه مبدئياً إنه بنفرز. أغلبية المحلات اللي شفناها هي ما بتفرز الزبالة. أنا انصدمت اليوم شفت كل العالم ما عم بفرزوا الزبالة. كنا عم نفوت على محلات ونشرح لهم كيف يفرزوا الزبالة. هذا الزهر للإزاز، هذا الكيس الأسود للكرتون وللورق، والأزرق للبلاستيك والنايلون. بالفرز إنه يعني بنكب كله على حاله، الكرتون والورق لحال، والنايلون والبلاستيك لحال والإزاز لحال. إن شاء الله بعد ما قطعنا لعندهم اليوم ببلشوا فرز وببلشوا يفرزوا الزبالة. توعدنا إنه حتبلش تفرز الزبالة. الله يعين. أنا كتير مبسوطة اليوم لأنه تعلمنا وعلمنا العالم كيف يفرزوا الزبالة تيعملون إعادة تدوير. زيز أسود للورق، كرتون ورق، وهيدا نايلون وبلاستيك. إن شاء الله العالم ما يتعلموا ما يكبوا بالزبالة الطريق. أنا هلأ مني مصدقة كيف أرجع على البيت وأتحمم وشيل ريحة الزبالة عني. يلي عم بيتابعونا ببيوتهم فيكن تشاركونا رأيكم كمان بالمبادرات يلي عم بيقوموا فيها الشباب والصبايا بكل حلقة. بريك وبعد الفاصل موسيقى بالستوديو بازل. النتيجة لهلا بي بازل 15 لفريق الأقوياء و13 لفريق النجوم. للأسف بس بهالحلقة ما بتقدروا تعدلوا لسبب واحد، إنه بلعبتنا الأخيرة ما بتلعبوا ضد بعضكم، إنما كلكم بتكونوا فريق واحد لتقدموا لنا شيء حلو خاص بالموسيقى. رح بترك الفريقين مع جودة ومع جنين يحضروا لنا شيء كرياتيف في إبداع بالموسيقى، وبنرجع نحن بنشوف النتيجة بعد شوي. نتعلم مثلنا مثل الشباب، نحن من حقنا نتعلم مثلنا مثل الشباب، لنكبر نشتغل سوا بنفس المجالات. نحن الجيل الصاعد، لنبنى المجتمع سوا،
هيدي كانت حلقة اليوم من بازل، شكرا كتير لكم، هيك كان إبداعهم اليوم الشباب، قرروا يعملوا شيء، ودعوا مع المشاهدين، وبنلتقى بحلقة جديدة من بازل، إلى اللقاء.